يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التوسل المشروع يعتبر اتخاذ واسطة بين العبد وبين ربه؟ لا، هذا ليس مشروعا. اتخاذ الواسطة بين العبد وبين ربه هذا ممنوع وليس مشروعا. فإن تقرب إلى الواسطة بشيء من العبادة صار هذا الشرك الأكبر. أما إذا لم يتقرب إلى الواسطة وإنما اتخذه مجرد واسطة يزعم أنه يقربه إلى الله ولم يصرف له شيء من العبادة فهذا بدعة، هذا توسل مبتدع لا يجوز.